النهاردة هنعرف ازاي نشغل الحساب بتاعنا على ادمودو. مش محتاجين نعمل حساب جديد لانه اوريدي الحساب بتاعنا اتعمل. كل اللي احنا محتاجينه ان احنا نعرف ازاي هنشغله. عشان افتح ادمودو بكتب new.edmodo.com new.edmodo.com، بيفتح لي الصفحة بتاعت ادمودو زي ما احنا شايفينها. عشان اغير اللغة بنزل في آخر الصفحة خالص، بلاقي إن في drop down list أو القائمة منسدلة فيها كلمة English. أنا عشان فاتح اللغة English ممكن أغير اللغة دي وأخليها أدوس عليها وأغير اللغة وأخليها بأي لغة أنا أفضلها لاستعمال إدمودو. لغات كتير، دي اللغة العربية. انا بفضل ان اكمل باللغه الانجليزيه English، وبطلع فوق تاني بلاقي في ثلاث زراير. الثلاث زراير، اول زرار مكتوب عليه teacher، تاني زرار مكتوب عليه student، ثالث زرار مكتوب عليه parent. فانا ممكن ادخل على ادمودو كاستاذ وكطالب وكولي امر. انا هدخل كاستاذ، هيقول لي اعمل بروفايل، ام ساين اب، يعني هعمل بروفايل او حساب جديد. احنا قلنا ان احنا اوريدي لينا الحساب بتاعنا، فانا مش هحتاج ان اعمل حساب جديد، لكن هلاقي تحت في لينك بخط صغير اسمه كليك هير تو لوجن. كليك هير تو لوجن، بعمل كليك على كليك هير تو لوجن، بيفتح لي صفحة تانية اسمها Login to Edmodo، فيها الايميل والباسورد. فيها الايميل والباسورد. الايميل بجيبه منين؟ بجيبه من الليستة اللي اتبعتت على الجروب، فيها كل الايميلز بتاعتنا. اقدر اخش بيها، هختار الايميل بتاعي وهاخده كوبي وبيست او هنقله واحطه في الخانة بتاعت الايميل. طب الباسورد بجيبها منين؟ الباسورد هي كلمة ايجيبت زائد الكود اللي في الايميل بتاعي اللي هو قبل الاد. بكتب كلمة ايجيبت EGYPT زائد، يعني زائد الكود، الزق فيها الكود وادوس لوجن. اول ما بفتح بيقول لي تشينج باسورد، غير الباسورد بتاعتك، او وهو غير لي اللغه كمان اوتوماتيك، تغيير كلمه المرور. فهدوس على تغيير كلمه المرور. ليه بغير كلمه المرور؟ لان انا دلوقتي انا قلت كلمه المرور، فعشان يكون في خصوصيه فكل مدرس المفروض يغير كلمه المرور بتاعته بحيث ان هو يضمن خصوصيه المحتوى اللي هو بيقدمه على ادمودو. بدوس تغيير كلمة المرور، بيفتح لي بياناتي، بيقول لي الاسم first name، الاسم الاول last name، كلمة المرور الحالية اللي هي اللي انا دخلت بيها دلوقتي، وهكتبها طبعا، هكتب كلمة المرور اللي انا دخلت بيها اللي احنا قلنا ان هي هتكون كلمة Egypt، والكود بتاع الموجود في الايميل بتاعي. وكلمة المرور الجديدة دي أنا بختارها، كلمة مرور بتكون سهلة أنا حافظها، ما وأخلي بالي إن هي ما تضيعش مني أو ما انساهاش. فأنا أفضل إن كلمة المرور ديت نكتبها في ورقة برجانية ونتأكد إن إحنا كاتبينها كمان صح. بنكتب كلمة المرور الجديدة وبنأكد كلمة المرور ديت في الخانة بتاعة تأكيد كلمة المرور، وبدوس تغيير كلمة المرور. بيطلع لي رسالة تم حفظ كلمة المرور أو تم حفظ التغيير. ساعتها بيجيب لي التسجيل، تسجيل كلمة المرور. باخد الإيميل اللي أنا عارفه، الإيميل بتاعي، زائد بقى المرة دي بكتب كلمة المرور اللي أنا حطيتها بنفسي في تغيير البيانات. بحط كلمة المرور وبدوس تسجيل الدخول. لما بدخل على ادمودو بلاقي ان اسمي ظهر
على البروفايل على الحساب وبلاقي فيه نوتيفيكيشن او في رسالة بتقول ان الملف الشخصي 50% مكتمل، يعني في بيانات تاني لسه ما حطيتهاش زي مثلا الصورة. بنزل تحت بلاقي الفصول الدراسية اللي انا مشترك فيها زي مثلا علوم الصف الاول الاعدادي وعلوم الصف الثاني الاعدادي، دي الفصول الدراسية اللي انا هحط المحتوى بتاعها. بختار مثلا علوم الصف الاول الاعدادي، بيفتح لي الكورس بتاع العلوم زي ما احنا شايفين الشكل مش بعيد عن ال LMS، وبنلاقي رمز فصل الدراسي ده الكود، رمز الفصل الدراسي ده الكود اللي احنا هنبعته للبنات عشان يخشوا يسجلوا في الفصل بتاعنا. رمز الفصل الدراسي ده الكود اللي هنبعته للبنات عشان يخشوا ويشتركوا في الفصل بتاعنا، تمام. احنا دوسنا على ان احنا دوسنا على الكود طلع لنا الويندو ديت، وفي زجاج تحت خالص اسمه قم بتنزيل البيان. قم بتنزيل البيان هينزل لنا الكود بتاعنا في فايل، الفايل ده فيه الكود وفي كمان لأولياء الأمور، تعليمات لأولياء الأمور وتعليمات للطلاب ازاي يشتركوا في الكورس او في المادة بتاعتنا باستخدام الكود دوت. الكود ده ممكن نشاركه مع البنات من خلال واتساب او ممكن نبعته على الايميل، باي طريقة احنا بنتواصل بها مع البنات. ادمودو ليه برامج ممكن تنزل على الموبايل، على ايفون او على اندرويد او على الويندوز في مايكروسوفت.